توا 16 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم في ستار تايم حتى للسبعة. الحقيقة فنانة كبيرة برشا، إن ما نلقاش كيفاش نقدمها، عديد الأدوار اللي نجحت فيهم ولقات نجاح كبير برشا، ما نحكيش كان على رمضان السنة، كل الأدوار اللي قامت بهم لقات فيهم نجاح كبيرة. ما اليوم نحكي وخاصة على دورها في شورب اثنين، المسلسل هذي اللي تعد على قناة التاسعة عام 2019. حتى المسلسل نجح، تحصلوا ممثليه على برشا جوائز. بعد عام كامل تخرج الممثلة القديرة لطيفة القفسي ومراد بن نافلة وعدد من ممثلي مسلسل شورب اثنين في اعتصام أمام مقر قناة التاسعة للمطالبة بمستحقاتهم المالية. حبيت وإنه نحكي وعلى الممثلين في أجواء خير برشا من هكا، ولكن الموضوع هل يفرض روح علينا اليوم؟ تدخل معنا الممثلة القديرة لطيفة القفسي لأكثر توضيحات. أهلا وسهلا، مرحبا على إيا فام. أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. ومحلية السواية هذي توحشناه الحقيقة، عايشك مرحبا بيك. حتى أنا ديما متوحشت إيا فام، عندي لها حنين كبير وخدمت فيها برشا، وعندي وكلهم أصدقائي وأحبابي ونحبهم يحبوني. بالضبط، هذي ما ينجم حتى حد ينكرو. لطيفة، حبيت نسألك على خاطر أنت كنت ضيفة جمعتين تالي مع أميمة في ستار تايم، وكنت ضيفة زادة في إذاعات أخرى، ما جبتش الموضوع هذي، ما كنتش حكيت فيه ولا في تفاصيله، علاش؟ لا حكيت فيه. يمكن مع أميمة ما جبدناش، خاطر جبدناه في رمضان، ما عاودتش يعني، لا هي فرحات لا أنا حكيت فيه. أي مؤخرا ما حكيتش فيه. لا حكيت فيها، ما في لي فيلم ما حكيتش فيه. كنت ضيفة في موزايك آخر مرة، حكيت على إيه الشجاع، حكيت على مستحقاتي، وبالأمارة قلت إن شاء الله يا ربي بركت على وشير إن شاء الله نخلصوا. حكيت مع في التلفزة تي في، حكيت في جريدة من الجرائد اللي هي يظهر لي الإعلان، معناها مانيش مبطلة من الحديث ومبرمج فيها في مخي الوقفة والاعتصام مبرمجاتها، ومانيش مبطله باش نمشي نعتصم قدام رئاسه الجمهوريه، وبعد نعتصم قدام رئاسه الحكومه، وبعد باش نرجع للقناه التاسعه حتى نفهم شنو هي هالغلبه هذه اللي انا مانيش، مش كان انا الكلنا اللي ما خلصناش خاصه، ما ماناش فاهمينها. تمشي انت تحكي مع القناه تاع التاسعه، اولا هنتلوني حاشيكم وما هوش لفظة باهية، هي يسامحوني المستمعين، لكن أنا اليوم طلع لي السكر 4 جرادوات، أنا تو ملوحة كيما، والله العظيم يعني ملوحة كيما الخيط. اللي عندي قدرة حتى باش نهز إيديا يعني بون توا، خاطر تشنجت كي نتفكر اللي فلوسي عند الناس، وأنا ما عنديش باش نشري دواء ولا باش نخلص ورقة الضوء، ديريكتومون مخي يغلى، خاطر انا عندي حشاكم السكر والدم. انا قلت لهم قبيل خرج ما خرجنا حتى مسؤول، ما عبرنا حتى حد، كون شي واحد خرج باش يقضي قضيه باش يعطي شيك الواحد لبرا كي راجع حكى معانا، وديجا حكينا معاه قبل، وانا عيط لي وهز مني الكونترات السيد هذايا، وبعد تاني نطلب على التليفون باش يقول لي شنو صار، ما يهزش عليا. قال لي احنا خاطينا مستحقاتكم عند رانيا مليكا. رانيا مليكا بالطبيعه هي المنتجه، انا محالة. قالت انا مازال ما كملوش خلصوني، اعطوني هي مازال ما كملوش خلصوني باش نخلصكم. قعدنا احنا معناها نتعرشوا ما بين القناه والمنتجه وعلى الدنيا سلام، وماناش نسالوهم 500 فرنك ولا دينار، نسالوهم ملايين ووضعنا يعلم فيه ربي، ما نسلموش في حقنا. مدام لطيفة، حبيت نعرف من وقت ايش انت بديت تطالب بمستحقاتك المالية بعد العمل هذايا؟ اتفضلي. الا احنا في الكونتراتو مكتوب شهر بعد البرش، يا اخي احنا سالنا شنو هي المشكلة، انا على الممثلين الكل شنو معناها 3 شهور بعد البرش؟ نورمالمون شهر شهرين ماكسيموم. قالوا لي خاطر راهي القناة طالبة باش يدخلوا يدخل نتاع بيبليسيتي. هاي الناس كلها كنا كلمة واحدة وخدمنا. سي تافيري فما ناس خلصوهم، فما ناس عطوهم دي زافونس اللي هي المنتجة اللي صار معاها، أنا ما نعرفش اسكو من المنتجة برك ولا من القناة، ما عنديش فكرة، خاطر ما نسأل حتى حد شنيا خذا ولا شكتب في كونتراتو، كل حاجات شخصية. من بعد اكتشفناهم. بعد ما فوت 3 شهور من وقتها أنا نطالب راهم.
مش تاو بديت نطالب انا راه ملي فوت كذا شهر بديت نسال وين هي الفلوس هاي الجمعه هذه هاو الجمعه هاي الجمعه هذه هاو الجمعه هذيك والشعب يدخل والشعب يخرج ونسال كل يمشي ونشي ونسال في المونجا بتبيع نسال المونجا قبل القناه وانا هكاك هم خلطونيش هاني عامله قضيه مدام لطيفة أنت قلت لي فما شكون خلص وفما شكون لي هذي حسب العقود ولا حسب الأولويات يمكن حطتهم المنجة أو الجهة اللي أمضيتوا معها العقد ولا حسب لا لا أي أساس لا لا الله أعلم ما نجمش أنا نقول حاجات يتحسبوا عليها وأنا مانيش فاهمتها الله أعلم حسب شنو الله أعلم حبيت نسألك زيادة على العقد بما انه ما تعرفش العقود الاخرين خلينا نحكيوا على الكونترا نتاعك انت في العمل هذا في شورب اثنين امضيتوا مع قناه التاسعة ولا مع الشركه المنجة شكون اللي يتحمل خلاص الممثلين من بعد ولا على الاقل بالنسبه لك انت هو الكونترا الشركه ما بين المنجة كلولا والقناه زاد معها خاطر احنا مصحح الكونترا مصححتونا المنجة وما زوج شركات مش شركة واحدة زوج بواتات البواتة قالت هذه تابعة التاسعة أنا أذكر هي صحيحة ولا لا البواتة معناها الشركة هذه نتاع الإنتاج والشركة اللي عملتها راني أمريكا يعني في العقد شكون تحديدا يتحمل مسؤولية خلاص مستحقات لطيفة القفصي في العقد نتاعك أنت بالاولويات تحمل المنجا جوستمون على خاطر قناه التاسعة هبت التوضيح كنت حاب نجم نقرا لك منه شويه حتى الناس اللي تسمع فينا زيده تقنيه ما باش تقول للمنجا اللي احنا عاملين عقد مع المنجا نعرف جوستمون هذيك شنو قالت قناه التاسعة قالت تتضامن مع الفنانين ومن حقهم انهم يطالبوا بمستحقاتهم وقالت زيده قناه التاسعة هي بدها تقول تدعو الطرف المنتج لتحمل مسؤوليته وعدم مزاج بسمعه القناه في مشاكله كما تحمل المسؤوليه القانونيه الناجمه عن حمله التشويه المتعاقبه لسوء التصرف بالنسبه للمنجا وتقول اللي هي ما عندها حتى علاقه وانه هي خالصه بطبيعة الحال مع شركة الإنتاج وشركة الإنتاج هي اللي تتحمل المسؤولية حسب البيان هذا أنا نحب نسألك مقتنعة بالكلام اللي جا فيه وإلا لي أولا شو عاش بنت شوفي كيفاش هذيا الحكاية قبل العيد صارت شوف في رمضان في الراديوات وجا ناطق رسمي باسم التاسعة وجاوا براني أمريكا وراني أمريكا جاوا بالمحامي نتاعها وقال القضية عاملة قضية وقال اللي هي مازالت مستحقاتها ما خدمتهمش في الكل فهميني بنتي انا راني ما نمشيش نتبلى حتى على حد. جوستومون حاشاك انا حبيت ناخذ رايك في البيان، حبيت ناخذ رايك بما انك معنية بالبيان. هات نقول راني امريكا كلمتنا وقالت راهم عيطوا لي ورانا هنا لقينا حل باش يكملوا لي الفلوس باش نعملوا كونترا وهنا نيقوسوا في الفلوس هي طلبت شغل وهم ما حبوش عليه باش يكملوا لها الفلوس باش تخلصنا. قلنا لها عايش بنتي اضربوا شويه. راهو احنا عيد وراهو رمضان قالت ان شاء الله قبل العيد. هاي يا سيدي بعد قالت لا راهم مثلا ما عيطوليش باش نصحوا. من بعد قالت لا راهم ما عيطوليش باش نصحوا انا راني نتبع بالتليفون. برسك نهار بعد نهار نطلبها. اوكي؟ من بعد قالت لا راهو ما فما حتى شيء وراهو ما عادش يجاوبوا عليا التليفونات وراهو ما فما حتى شيء لا فلوس لا شيء لا كونترا. قعدت انا نطلب فيهم. طلبت البي دي سي طلبت لي تحته طلبت المدير طلبت الكونتار يهزوا عليا من الاول بعد ما عرفوه تليفوني تاي ما عادش يهزوا عليا شمله من الاول يفرحوا بيا اي مدام عندك الحق وكل الحكايه هذيك الكل وهاتوا شوفوا الحل ان شاء الله من هنا الجمعه الجايه في منهم واحد ثلاثه من قبل ما تدخل الكورونا معناها ما تصعبش يصير كونفينمون قلت لها عايش مدي مكسوبتي 50 دينار ما عنديش باش نعمل قضيه نخليها في داري فما كونفينمون ما كثرش من هكا ما عادش معناها اي قال شو اول الجمعة نطلبك ان شاء الله نلقوا حل ولو ما نعطوكش الكل باش نلقوا حل ونتصرفوا نعطوك منها معناها يعطيني شوي ميساج قلت كي تخلص حد كي تخلصوني بشوي قابله المهم خلصوني بعد قال لي حتى كان انا ما طلبتكش انت اطلبيني مع ال11 صار ال11 كانت طلبت الغدوه
نعيش عليا الغدوة اني نطبع كيكا يعملني على ورا انا ما عادش نهاجم بنتي مادام الحقيقة الصورة اللي تحكي لي فيها أنت توانيس اللي تسمع واللي تحبك واللي تبعك في أدوارك تقول الفنانة لطيفة القفصي احنا نحبوها كممثلة ونشيخوا كي نشوفوها ونتابعوا زيادة حتى كي تتكرم ولا كي تاخذ جوائز هذوما زوز صور ما بين الواقع والخيال يمكن ما بين تصويرة الفنان والقيمة الفنية متاعه ما بين الواقع اللي يعيشه نتصور وانت تحكي لنا وتصورت لنا في هذه فما مرارة كبيرة فيه ولا لا بتيع مرارة مرارة لا توصف خاطر ماذا بيه الواحد راوي كيما صورته كفنان وكممثل وكا 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 تقعد صورته كإنسان كمواطن حي كمواطن يعيش راقية وباهية وما يعملش ما يوصلش للهدايا في أنا راهو بعد تراكو مات فيه ما عادش النجم ما عادش عندي ما نعمل أنا ما عادش عندي ما النجم نعمل كان حكاية كان بالحاجات هذيا تو هكيك فهمت معاج كل طلبتهم كل حكيت معاهم كل شفتهم ما خليتش ما نعمل ما فما حتى حل شنو الأحباء والجمهور العريض أنا اللي يحبوني ويسمعوا فيا تو شنو نجم نعمل بعد هذي الكل يسني نعمل وقفة احتجاجية اعتصام ندافع على حقي مش ناخذ حقي باش نعيش إذا أنا ما مش خدمت كما قلت أنا كي خدمت من الأول باش يخلصوني كنا عفتها لله راني قلت يا رب بعد ما كمل أنا قلت يا رب إن شاء الله لك هو إن شاء الله قمت بواجبي ربي ثبت أجري فتت على روحي أنا قلت لهم أنا هذايا اللي المسؤول اللي خرج هذا كونتابلي ولا ما نعرفش شنيا صيفته هو خرج عنده قضية سينو ما يخرجنيش إجا رادع حكي معنا قلت له أنت مشيتك عيطوا لي وصورت الكونترا وقلت لي باهي عطانا يقول حل الجمعه جينا باذن الله فعلا حل في تطيري ما عادش تهز عليا التليفون قلت له التو قلت له غدوة انت قال لي اي قلت له هو وشنو نعم قال لي يا راي مستحقاتها هزت التو يجي مستحقاتها هزتها مراني انا جيتك بعد ما وفي المسلسل وهزت مستحقاتها وانتم صورتوا كونترا وقلت لي طيب شو نعملوا لك حل ونخلصوك أنا فهمتي ما تفهميش الحقيقة ما تفهميهاش أشكا هي عرفت مستحقاتها ما خلصتناش هما ما خلصتناش الحق من أنا خليني على الأقل نفهم راحي هي قلت له الدلاع عايش ولدي شوف معاهم المسؤولين اللي كانوا حتى واحد ما بطلنا وما عبرنا وهو ما همش هنا ما همش هنا قناتنا فيها حد أشكا نورمال ذي ولا لوجيك فماش منها الحكاية شوف معهم ونتقابلوا احنا وياكم نعملوا اجتماع جلسة اللي تحبوها حتى واقفين ما داخلوا ناس نفهموا هي خلصت انتم خاتيكم انت كي نهار اخر نكلمك ولا حتى نذكر اسمك ولا نحكي حتى عن مسلسل تعدى في التاسعة اشكي بيا خليني بيني بينها طوال نتفهم انا وياها على الأقل توصلك صورة واضحة مدام لطيفة الوضعية هذي اللي أنت تعرضت له مراد بن نافلة ومجموعة أخرى من الممثلين هشام رستم في وضعية أخرى زيدة شكون من المفروض يدافع على حق الفنان الممثل اليوم يا أخي ما فماش نقابة جهة تمثل الفنانين الممثلين فماش قانون واضح لا 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 شو عايز بنتي أخذي ولا ما نكذبش عليك أنا سيئة كنت الحقيقة كنت باش نتكلم شو كنت ننظم فيها أنا الوقفة بالتي يحسن بشوية بشوية باش تكون معناها أكثر لما كبيرة ونجيبوا نقابة المهن المحترفة ونتاع الدراما ونتاع المستقلة واللي تابعة هذيا الاتحاد العام التونسي للشغل خاطر فما زوز نقابات الحقيقة سي ما عادش عندي لا وسع بال لا لك ساعات كلمي واحد يبدا مشغول ما يهزش باش تنسقي معناها ولا وحدي ما معيش شكون معناها هو بدا مراد بالنسلة كي كلمتها انا قاعد ديسبونيبل سينو معناها راني مشيت وحدي ما نكذبش عليك كلمت برشا زاد اخرين فما اللي ماهوش في تونس فما اللي فما ما عندهاش باش ياخذ تاكسي يجي للتاسعة بالاخر معناها معناها وضعيات مزرية.
في هذا خممت ولا انتم كمجموعة ولا نحكي عليك انت بصفتك الشخصية باش تلتجئ للقضاء باش نجم تاخذ حقك تاخذ مستحقاتك المالية؟ انا مشيت محامين مش محامية محامين درت بالكونترا لين ما خليتش وين نمشي. يقول لك تشد 4-5 سنين خاطر هاي هكاك اللي تعرف هذوك تاع القضاء انا ما نستحضرهمش كل هاي مدنيه هاي درشنيه الحاجات هذوكم. وبعد يقول لك يحتمل تجي تربح القضيه وتجي تنفذ يسكروا جمله الشركه هذيك. ساعات يقول لك شركه عملوها باش يعملوا بها انتاج. هاي المشكله شنو هي؟ تجي المشكله الجذور تاع المشكله. انها الشركات وهاللي بواتات كيف فقاع. يعملوا الشركه يخدموا بها مسلسل ويسكروها. مره انت شد. فهمتي معناها هذايا علاش هذيا الدمار هذايا هذايا حشاكوين. شنو الحل حسب رايك للممثل باش ما عادش تتعاود اشكاليات كيما هكاي؟ شنو لازم يعمل الممثل ما يقعدش يخدم عمل ومن بعد يقوم باعتصامات ولا يحتاج باش ينجم ياخذ فلوس؟ قانون المبدع اللي احنا جلسنا عليه واللي نشروا عليه واللي نحاربوا عليه واللي 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 اذا كان هي في بنود تضمن لنا حقوقنا تضمن حقوق المبدع اللي هو هكاي في الحالات هذه في الحاله المصريه هذه في الحالة المصرية هذية. بعدين تجي تتكلم احنا لا احنا خاطينا حقوقهم مع المنتج. حقوقنا مع المنتج انت ليش انت كقناة هكا عيطت لي ومشيت لك وقلت لي اي انا تونا نقول لك حل كي نكلمكم في التليفون تقول هي المال هذايا واش تقولوا لي فيه؟ باش تفهمي انت اللي هما معناها قاعدين يمشكوا فيا. يمشكوا فيا هذا كيف كيف المنشأ. كي نكلمها تقول لي مازالوا ما عطونيش انا عامله قضيه والله ما نجم نعمل حتى شيء. انا فهمتي تحسيها كانها ارضيه للقلب باش يقلبوك. مدام لطيفه من الفنانين شكون اللي بعد ما شاف الاعتصام تاعك كل يوم شكون اللي كلمك شكون اللي تفاعل معك شكون يتصل بيك فما مسانده من زملائك كسوا في المسلسل في العمل ولا حتى من الساحه الفنيه بصفه عامه؟ والله فما الحقيقه اللي كتبوا على الفيسبوك فما اللي طلبوا مراد فما اللي طلبوني باش معناها علي اليحيوي عاطف الحسين منال عبد القوي اسمها برشا والله برشا ما نستحضرش برشا الاسامي ما هما برشا حسين السلامي توفيق العايب غازي صبياني الحقيقه برشا كلموني برشا صحفيين كلموني برشا اذاعات كلموني برشا عباد بورتو والله يا احنا معناها ما كنت مبرمجه باش ننسق مع الاذاعات مع برشا حاجات ونعملوها الوقفه يا اخي ما قلت ما عادش ولا الواحد يغلي المهم يدرب قلبه المهم يوصلش الحال يعمل حاجه يتحرك. اخي جبت بطبيعتها الحكايه وبارك الله فيكم الكل حقكم كل وقفتوا معنا وساندتونا ودعمتونا. مدام لطيفة ما نعرفش لو كان محرج السؤال ولا لا، بعض الأسامي اللي أنتم من نفس الجيل ونفس القيمة الفنية اللي كانوا مشاركين معاك في شورب اثنين، شنو موقفهم من الاعتصام نتاعك؟ ما نحبش نذكر لك بعض الأسامي، نحب نخلي لك حرية الإجابة على السؤال هذا. ولا ما نعرف، أنا ما نعرفش موقف اللي يقدموا معايا، أما أنا متأكدة. أنا متأكدة هي مع عباد راهي ما حبتهاش الحكايه وراهي فما عباد زاد ما تحبش تجي وما تحبش يوقفوا وما يهمهمش في الحكايه خاطر ما يحبوش التاسعه ولا عبد اخر مشى ولا المنتج ولا اي حد ما يعيط لهم مره اخرى. لمصالح شخصيه هكا حسب رايك؟ اكيد بالطبيعه مصالح شخصيه مانيش هي احنا كيك احنا الممثلين شفتي علاش احنا ماناش واصلين حتى شيء على خاطرنا ماناش ايد واحده ماناش متمسكين. شنو انتظرت منهم مادام قلت لي مانيش يد واحده مانيش متمسكين؟ شنو انتظرت كلاتيفه القفصي على الاقل هكا باش نفسيا يمكن يخفف عليك شويه الضغط اللي قاعده تعيش فيه؟ لو كان زملائك تفاعلوا معك شنو الطريقه اللي استنيتهم يتجاوبوا بها معك باش تحس اللي فما مسانده كبيره منهم؟
ولا شو انا عرفت من لو حتى كان درت عليه تليفونات ولا مساجات ولا حاجه باش يجوا كل واحد يقول فك عليا ما عادش عيطولي ما عادش حاجه فك عليا ما نمشيش فك عليا ندرسوا اللي انا نعرفه مش كلهم لا محاله احنا خلطت علينا منصف لجنجي بورتو ما عنديش حتى علاقه بالمسلسل اللي اخدم فيه لا يسال حتى حد عنده علاقه بحصه في قناه التاسع عمل فيها سكتشات وكل شيء معناها ما وفما ناس اخرى قالوا انا جايين انا مش صحيح ما انا بدي معاودش طلبت ما نخدم نعرف انت باش تجي تو تجي مريم ما عينكش وكاو مانيش باش نقعد يعني نفرض عليهم باش يجيب السيف ولا لا استجدي انا وقفت انا بدي حد كان مشيش معايا مراد انا جيت وحدي ما نكذبش عليك وما ينش مشكلتي يا انا عني جيت وحدي انا كي جيت جينا من لو باش نعاركوا ولا باش نقولوا ولا باش كي وقفنا وقعدنا ما بنا شيء يعني كانت في باب في كنف الكرام في كنف الاخلاق يعني حسكي خرج المسؤول هذايا اللي هو يزرق لي كونتابلي كنا نتحدث معاه معناها باخلاق عاليه وبتربيه وكل شيء خاطر ما يدخلش هذا في ما يدخلش هذا في هذا كل حاجه في بقاتها احنا كنا باش نتكلموا معاهم باش نوصلوش الحل باش نفهموش حاجه على الاقل اش فماش ما فماش وقتاش باش نخلصوا يا اخي سبحان الله كل قايد احنا خدمنا رمضان اللي تعدى اللي قبله رمضان 2019 ايوه وستو ما خلصناش ما هو يتسائل على الاقل العبد يا اخي انتم وقتاش ناويين تخلصونا ولا شنو هي المشكله بالضبط؟ انت ما يثبت هو قال هاي رحني ما عادش نسمع فيك بالقديم هذا نتيفة فما مشكلة في التليفون كنت تحاول توضح لي صوتك شوية هاني نسمع فيك هكا به هكا به تفضل قلت لك هو أو قلنا ما هي خالصة عن أمريكا وهي اللي ما خالصتنيش ايش قال له هو هو ما زاد عبد كهب قالوا هي خالصة وهي ما خالصتش احنا كنا نحكي لحد اللي هي خالصاتك وانا جيت ما عادش واضح فما مشكلة في الريزو يظهر لي لو كان نجم نعاودو نتصل توا هكا باهي توا هكا خير جوستومون هي وضحت الصورة لما حالة وانه فما اشكال مع القناة العقد ما بين القناة وما بين شركة الانتاج كما كنت تقولنا وعلى الأقل نحب نخليك الكلمة الأخرى اللي كنتي مدام لطيفة أهم المطالب ميسالش حتى كان باش نعاودوهم مش مشكلة نخلي لك كلمة الختام اللي كنتي تفضل والله أنا شوفي أنا ما عنديش حتى مطلب أنك توصلت لما يخلصوني. أنا تعبت عييت نتحمل أنا مرأة كبيرة عندي أمراض مزمنة مانيش في وضع نتاع باش يقعدوا يتلعبوا حشاكم ويتلاعبوا بيا. المنجة تقول لي كلام والقناة تقول لي كلام وكل شيء غير واضح. أنا يوضحوا لي الرؤية ويخلصوني. ما طالبة حتى شيء وما عادش تخدموني. مانيش لا نستجدي في الخدم ولا كان يشوفني نخرج مره اخرى حاجته بيا ما حاجتيش في لمس وننصح كل ممثل شو يخدم هذه الحكايه بتاعها ومنتج ونفذ وعاودر شنو يركز وراه ويثبت روحه هذه المطلوب هذه اخر كلمه نقولها يعطيك الصحة مدام لطيفة شكرا لك على التدخل نتمنى واللي أنت وكل الممثلين اللي شاركوا في مختلف الأعمال واللي قاعدين بعد ما كنا نحكيوا على أدوارهم ونجاح أدوارهم قاعدين نحكيوا توا على خلاص مستحقاتهم المالية اللي تأخرت بعام ولا حتى أكثر من عام نتمنى والإشكالية لا احنا مشيت للعامين راهم بالضبط إن شاء الله القانون ويولي المبدع التونسي والفنان التونسي محمي ومغطي
وعندها حقوقها إن شاء الله. إن شاء الله هذي نتمنى، وخاصة قانون واضح يحمي حقوق القطاع الممثلين في القطاع هذي. يعطيك صحة من جديد مدام لطيفة، شكرا لك. اعتصام اليوم قامت به هي ومراد بن نيفلة أمام مقر قناة التاسعة للمطالبة بمستحقاتهم المالية بعد مشاركتهم في مسلسل شرب سنين اللي كما قلنا تعادى في رمضان 2019. كما قلنا زيدا نذكر قناة التاسعة كانت قامت بتوضيح نشرته على صفحتها الرسمية، تقول على إثر الحركة الاحتجاجية اللي نفذتها اليوم بمقر القناة كل من الفنانة القديرة لطيفة القفسي والفنان مراد بن نيفلة للمطالبة بالمستحقات المالية متاحهم مقابل مشاركتهم في مسلسل شرب سنين، تأكد القناة من جديد أنها غير مرتبطة بأي علاقة تعاقدية مع الفنانين المذكورين، وأن الطرف المسؤول عن خلاصهم وخلاص بقية الممثلين التقنيين هو منتجة العمل السيدة رانيا مليكة، والتي لا يمكنها أن تتحجج بعدم خلاصها من طرف قناة التاسعة. هذا شوية من اللي جاي من البيان التوضيحي لقناة التاسعة على صفحتها الرسمية. احنا ما زلنا مواصلين معكم في ستارت تايم حتى للسبعة، خليكم معنا ما تبعدوش، واسمعوا أيمن لسيق على إي إف إم في مازلت إي إف إم أحلى غاديو 46 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، احنا ما زلنا مواصلين معكم حتى للسبعة، نحبكم تقعدوا معنا ما بعد شوية باش تسمعوا بهاء سلطان على إي إف إم في يا ترى. احنا هكا نكون وصلنا لاخر ستارت تايم لليوم، قبل ما نقول لكم تشاو تشاو باي باي، نتمنى لكم ويكاند سعيد. نحب نقول المهدي غرنوسي جويز انيفرسير، يظل اصغر اوديتور عمره عامين، ان شاء الله كل عام هو حي بالف خير وربي جايز انيفرسير مهدي غنوسي اليوم عمل عامين. حتى انتم زيد لو كان فما شكون عيدني ليدو اليوم نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، واحنا هكا نكونوا وصلنا لاخر ستارت تايم لليوم. ميرسي بوكو لدوس دوس في الريزاسيون كانت معنا اليوم، امينه بوهانجا في الاعداد، يحيى في الكوردينيسيون، ايمان في الديجيتال، ليكيب الكل. كنت معكم جيهان بن عبد الله، نقول لكم تشاو تشاو في الامان، نتمنى لكم ويكاند سعيد جدا، باي باي.